أن هذا الإعمام هو في الحقيقة يظهر وكأن الهيئة، هيئة الإعلام والاتصالات، جهة إقطاعية، جهة مالكة لوسائل الإعلام وليست جهة فنية كما موجود في الأمر 65 لسلطة الائتلاف المدني. هي بالأساس يعني مثل ما تفضل أستاذ جبار، هي بالأساس جهة فنية، هي منظمة، هي تنظم الإرسال والبث وربما تضع بعض القواعد، قواعد السلوك وغيرها. أما أن تتدخل في سياسة القناة وفي سياسة مقدم البرامج وفي سياسة الضيف وفي ما يتحدث، فهذا حقيقة يعني تجاوز على يعني حرية التعبير أولا، ومن ثم أو بالتالي هو خرق للدستور اللي كفل حرية التعبير وتعدد الحريات. أكو تهريج، أكو إساءة، أكو عدم احترام للمشاهد والمتلقي. تلاحظ هيئة الإعلام ما لازم تتدخل أستاذ منتظر؟ يعني هو ممكن أن تتدخل في مسألة مثلا في القضايا يعني الكبيرة، مثلا خطاب الكراهية، إشاعة هذا النوع. أما أن تتدخل في أشياء تفصيلية من قبيل مثلا ذكر أستاذ جبار بعض النماذج، يعني أن تتدخل في نوعية الضيف، فهذا غير مقبول أساسا. يعني